الرصه وابعت يا معلم خلاص. الياس بتاع الناس بعد اللي عندهم سمنه مفرطه بعد فشلهم في التخسيس بالانظمه الغذائيه او الرياضه بيبقى ياس مفزع ومخيف، وساعات يخسوا 2 3 كيلو ياكل يرد 10 كيلو. الكلام ده مهم قوي. لكن في اطروحات مهمه النهارده في جراحات السمنه هتتقال لاول مره اكيد مع ضيفي العزيز اسم المتميز اللي بيسعدني جدا بحواره العلمي وبيبهرني باسلوبه الراقي جدا وطريقته اللي اكيد واحد من الطرق اللي يعني نقدر نقول عليها مميزه للغايه في الشرح، مميزه للغايه في الطرح، لاكاديمي بارع طبعا الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم. ياسر عبد الرحيم استاذ جراحات السمنه والسكر، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه والجمعيه المصريه لجراحات السمنه الاسم الكبير. اهلا بيك دكتور ياسر بيه. اهلا دكتور ايمن، منورني وسعيد جدا بهذه. الله يخليك، ربنا يكرمك. اطروحتين كلمتين مهمين قوي. الكلمه الاولانيه للي اللي عندهم سمنه مفرطه بيفشلوا كتير قوي في الانظمه الغذائيه والبتاع دي، الكلمه الاولانيه. الحاجه الثانيه ده سؤال قوي شويه، سؤال انا عارف يعني انا عايز بقى استشف علمك فيه. التكميم التحويل المسار عمليه رائعه وعمليه بتعمل شغل جامد جدا مع السكر والسمنه، لكن في ناس كتير بتقلق من تحويل المسار. هل انتوا كجراحين سمنه بداتوا تعملوا موديفيكيشن عشان تقربوا التكميم من تحويل المسار؟ بالظبط كده، دي حته ده طبعا دي حتتين رائعتين. والنهارده هنتكلم على زي ما حضرتك قلت علميا ده، وهنتكلم برضو على حاجه هاجس عند الناس كتير قوي اللي هو تكلفه العمليات ديت وفلوسها، وهل هي عمليات غاليه ولا لا، وهنقول ده في اخر الحلقه. بص يا دكتور ايمن، انا هبتدي من الفيديو اللي حضرتك قلته ده. على فكره فيديو ملهم جدا 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 جدا، ان المريض ده وزنه بتاع 180 كيلو. ف 180 كيلو، فالراجل قرر ان هو يعمل نظام غذائي ويعمل رياضه زي ما حضرتك. الفيديو ده انا معجب بيه جدا، ما كنتش عايزه يخلص، لان هو الحقيقه الفيديو ده حله هي عمليات جراحات السمنه والسكر. ليه بقى؟ الراجل عمل نظام غذائي، وطبعا نظام غذائي يا فندم عندك 10 15 كيلو زياده ماشي، لكن انت بتتكلم عن مثلا طوله 170 سنتي وزنه 180 كيلو، انت بتتكلم في عن عنده 110 كيلو زياده. فالعيان بدا يعمل نظام غذائي ويعمل رياضه، بص نفسه نزل على الميزان 3 4 كيلو، 3 من 180 بقيت 177. فيعمل نظام غذائي الشهر بالظبط، نظرته للميزان كلها احباط. يجي العيان يعمل بقى ايه نظام غذائي اكتر، يلاقي نفسه بعد نزل 2 كيلو، يقول لك انا كنت 180 بعد شهرين من الالتزام الفظيع بقيت 175، ما ظهرتش حتى في هدومه. لكن عندنا في جراحات السمنه عيان زي ده في اول اسبوعين ثلاثه ينزل 15 كيلو بس، ده في اول اسبوعين. يعني عيان بعد اول اسبوعين او ثلاثه نزل 15. انا شفت حالات تكميم معده ضغطهم بيتحسن، تكميم ضغطهم بيتحسن في بعد العمليه بنص ساعه بالظبط كده. هقول لحضرتك ليه. فالقصه ان لو عدينا مرحله معينه 20 كيلو وكنت بتكتب 30 كيلو فوق الطبيعي، يبقى انت خلاص مش هتعرف ترجع تاني، ده اسمه طريق ما منوش رجوع غير بعمليات. والعمليات النهارده بقت سهله وميسوره ومش غاليه، وفي نفس الوقت كمان نسبه امانها 99.5%. هذه العمليات نعمه ربنا سبحانه وتعالى من علينا على داء عضال. انا بعتبر السمنه داء عضال. واحد عنده 110 كيلو، 110 كيلو مش عارف يرجعهم تاني يا فندم، ده زاد اكتر من ضعف وزنه. طب لو بصينا على هذه العمليات، الناس مشهوره عندهم عمليتين بس في نقطه، ما نبصش لبعض الحالات النادره اللي تقدر تعمل ريجيم تخس 100 كيلو، دول قليلين جدا جدا في العالم بالظبط. يعني مش دول اللي يدنى عليهم، ده مش الريفرنس. يعني لو جبنا 10 أو 100 من ال 100 دول اللي يقدر يخس، لو هو مثلا 160 ويرجع يبقى 90، من ال 100 دول ممكن واحد يقدر يعمل الحكاية دي أو اتنين بالظبط. لكن بالجراحة كلهم هيرجعوا بالظبط كده. وجراحات السمنة أولا جراحات آمنة بنسبة 99.5%، بتجرى بالمنظار ومن فتحات دقيقة جدا. النهارده الناس كلها بقت عارفة دلوقتي كلمة التكميم الدقيق والتكميم النانو، ان بقت بنعمل ثلاث فتحات صغيرين، فتحة ما تزيدش عن نص سنتي وفي اماكن مختبئة لا تكاد ترى، وانا بسميها دلوقتي سكارلس سيرجري، يعني العمليات بلا ندبات بلا فتحات، انا بسميها سكارلس العمليات وكانها بلا فتحات، كان بطنك لم تفتح.
طب لو بصينا على العمليات دي، احنا كان عندنا تحويل المسار المصغر هي المعيار الذهبي، التكميم هي المعيار الاشهر، ثنائي التقسيم معيار الفخار، ودلوقتي كمان في التكميم التربو. لو بدانا بالعمليه المرجع بتاعنا، المرجع بتاعنا عمليه تحويل المسار المصغر. طيب ونشوف تحويل المسار، وحضرتك في النص الثاني من الحلقه زي ما حضرتك قلت عايزين، هل ممكن التكميم نطورها تبقى زي تحويل المسار؟ اه طبعا ممكن، وده تطورات جديده. لو بصينا على تحويل المسار المصغر اللي قدامنا، ودي العمليه الذهبيه باعتراف العالم كله، هي عمليه عباره عن حاجتين بسيط جدا، تصغير مع توصيل بس خلاص. بندخل دباسه امريكانه متقدمه، بنصغر المعده طوليا ونوصلها بلماعة على بعد 2 متر من بدايتها. طب دي بتعمل ايه؟ بتعمل اربع حاجات. الجزء اللي عزلته على اليمين ده بيقلل هرمون الجوع جدا جدا جدا، فهرمون الجوع ده لما بيقل حاسه الجوع بيزود نشاط البنكرياس، بيقلل ترسبات الدهنيه، وبيزود الحرق 10 اضعاف. بيعمل اربع حاجات. الجزء الصغير اللي على الشمال في المعده باكل فيه كميات صغيره بشبع بسهوله، بيبتدي كميه الاكل تقل، تظبط لي الوزن والسكر. التركه بقى اللي رائعه في العمليه، احنا قلنا معنا طولها 6 متر، انا رحت موصل المعده بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها. اصبحت كده انا عزلت اول 2 ما اشتغلوش، اول 2 متر من الامعاء، واخر 4 متر هم اللي شغالين. ما معنى كلمة يا دكتور أيمن تحويل المسار؟ المرسل بالعربي كده أي أنني أحول مسار الأكل بعيدا أول 2 متر من الأمعاء. كلمة تحويل مسار أعيدها المرة تانية، أي أنني بهذه العملية أحول مسار الأكل بعيدا عن أول 2 متر. حضرتك قلت المرة اللي فاتت جملة رائعة جدا، الأمعاء أول 2 متر أعدائنا، آخر 4 متر أحبابنا. بالظبط، أول 2 متر ثبت إن هم أعداء مريض السكر والسمن، هم السبب في السكر والسمن. والنهارده الكلام الجديد قال أن الجهاز الهضمي هو سبب السكر والسمنة. الجهاز الهضمي العلوي هو عدوك، الجهاز العظمي السفلي هو صديقك. يبقى انا من مصلحتي كجراح اثبط عمل الجهاز العلوي وبشغل الجهاز السفلي. المعده بيت الداء، والمعده بيت الداء. ما عملت ايه بقى؟ انا كده عملت تريبل اتاك، او قوه قتل ثلاثيه، او ثوره بتشتغل لمصلحتك. ثورة من الجهاز الهضمي بتشتغل لمصلحتك. الثورة دي عبارة عن ثلاث حاجات. ايه بقى؟ واحد، صغرت المعدة وعزلت اللي بيطلع الجزء بيطلع هرمون الجوع اللي هو الداء. يبقى انا المعدة بيت الداء، عزلنا الداء. ننزل بقى الامعاء، اول 2 متر اعدائك وقفتهم عن العمل، اخر 4 متر، اخر 4 متر اصدقائك شغلتهم زياده. يبقى العين استفاد، هرمون الجوع قل. يمكن دي طريقه عرض النهارده المرضى يفهموها اكتر وبسيطه اهي. يبقى انا استفدت اربع حاجات، هرمون الجوع قل، رقم 2 كميه الاكل قلت، اول 2 متر لما بعزلهم وببعد الاكل عنهم بيقلل هرمونات، بيقلل هرمونات الضاره اسمها الدي كريتنز، والصوره جميله باينه قدامنا اهي، وفي ناس بيقلل امتصاص السكريات والدهون 75%. واخر 4 متر لما بيشتغلوا بزياده، اولا ما بيمتصوش سكريات ودهون، بيعدي عنهم السكريات والدهون يرموهم في الحمام. رقم 2 بيطلعوا الهرمونات النافعه اللي هي الانكريتنز، جي ال بي والواي واي والجلوت والحاجات دي. اذا انا هنا عملت ثوره في الجهاز الهضمي كاملا، من الجهاز العلوي والسفلي بيشتغلوا لمصلحتك. عشان كده تسمى العملية الذهبية، وعشان كده العيان ده بيبتدي ضغطه وسكره يتظبط بنفس يوم العملية. ما شفتش يا دكتور أيمن فرحة المريض بعد أول زيارة بيجي لي بعد العملية بثلاث أسابيع، يطلع الميزان اللي نازل 15 نازل 17، يقول يا دكتور أنا قعدت 20 سنة أعمل رجيمات ما جبتش 10 كيلو، نازل 15 كيلو. العيانين، أنا عندي عيان كان وزنه 285 كيلو، العيان ده اتقل، دي أوزان مخيفة. 285 مخيفة. كيلو. عيان اسمه حمادة ما انساهوش، وهو صديق عزيز دلوقتي بقى رشيق وجميل. هذا المريض نزل في أول ثلاث أسابيع 40 كيلو، 40 كيلو في أول ثلاث أسابيع. ودي سحر وعظمة وجمال عملية تحويل المسار المصغر لمرضى السكر والسمنة. إذن إحنا اقتربنا جدا من إن إحنا نقول إنه احنا انجوينج، ان يبقى في عمليه موحده لجراحات السمنه، ولا برضه هتظل التكميم تكميم وتحويل المسار تحويل المسار؟ بالظبط، لاختلاف عادات المرضى، لاختلاف عاداتهم، اختلاف نوع السكر اللي عندهم، طريقه اكله، بياكل كتير، بياكل سكريات وهكذا. المعيار الاقوى والاسرع، كلمه مهمه قوي. يعني ليه الاقوى والاسرع؟ الاقوى والاسرع، نبتدي القصه دي من عند التكميم. التكميم هي المعيار الاشهر. طب هي التكميم اقوى ولا تحويل المسار؟ مفيش طبعا تحويل المسار. تحويل المسار هي العمليه الاقوى. طيب لو جينا بصينا على التكميم، وازاي بقى نحول التكميم الى التكميم التربو، وتقف على قدم المساواه
مع تحويل المسار. لو بصينا على التكميم، هي التكميم ليه عمليه محببه ل 70% من المرضى، لان التكميم عمليه ما فيهاش فلسفه كتير. هي التكميم دي المعده قدامنا، بندخل دباسه امريكاني متقدمه، بنستأصل جزء كبير من المعده، ممكن يبقى 70 80 85 حسب تخن ورفع المريض. في الاخر بقى المنظر قدامنا زي ما انت شفت كده، استأصلنا الجزء اللي على اليمين ده يمثل 70 ل 85%، والجزء اللي على الشمال ده الجزء الاقل اللي سيبداه للمريض. الجزء اللي على اليمين ده بنستأصله خالص، بنطلعه بره، بيقلل هرمون الجوع، العام بيحس بالشبع بسهوله، بياكل كميه اكل صغيره بيشبع بسهوله. جمال العمليه دي في ايه يا دكتور ايمن؟ اولا مفيش نقص فيتامينات، مفيش سوء تغذيه، العين وزنه ما نزلش الارقام مخيفه، ابتدي سكره يتظبط، يبتدي وزنه يتظبط. طيب ايه الملاحظه اللي على هذه العمليه؟ هذه العمليه تريد مريض مثقف ومطيع. ايه المريض عشان اعمل له التكميم لعلمه وتدي نفس فوق تحويل المسار؟ بقول له محتاج حاجتين، واحد تاكل سكريات بصوره معتدله، رقم اتنين اول ما تشبع توقف، لان التكميم النهارده بقى فيه عندها سمعه. الناس يقول لك مش عايز اعمل تكميم، ليه؟ عشان برجع اتخن تاني. حضرتك بترجع تتخن تاني لانك انت اللي ما حافظتش على التكميم. التكميم هي عمليه، الجمله اللي قلتها عجبت حضرتك قبل كده، التكميم عمليه تريد من يحافظ عليها. تحويل المسار عمليه تحافظ على نفسها ضد طيش المريض، ضد رغبات المريض، ضد تهور المريض بالظبط كده. لكن التكميم عمليه رائعه وجميله وما فيهاش فلسفه كتير، بنصغر المعده بس، لكن عايز العيان يحافظ بحاجتين. اكل سكريات، مش همنع السكريات بس بصوره معتدله، اول بحس بالشبع اوقف. لو رأيت دول خلاص تبقى تديك نفس فوائد تحويل المسار. طب لو ما قدرتش انت انك تعمل دول، دلوقتي بقى في حاجه موضه اسمها التكميم التربو. التكميم التربو فكرته ايه بقى يا دكتور ايمن؟ ان انا بشغل الامعاء. يعني اذا انت مريض غير مطيع في طريقه اكلك، عندك تفاصع عقليه، بتاكل بنهم دون وعي لما تاكله، اول ما تحس بالشبع توقف، ما بتوقفش. زي عندنا في الفلاحين المصريين الجمال العظام فكره تصغيط البطه، بتزغط البطه، بتزق لها الاكل عشان البطه تسمن. في واحد بي 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 البطه بتاكل على قد نفسها وبتقف، تيجي الست تدخل لها الاكل تحشره، تحشر الاكل ده وتخنق البطه عشان الاكل ما ترجعوش، ده حاجه صعبه جدا. في مرضى فكره تصغيط البط، بيزغط نفسه زي الفلاحه الجميله المصريه الاصيله بتاعتنا لما بتزغط البطه عشان تتخن وتذبحها في الموسم. يقول لك احنا شفنا مشهد مشهور جدا اكيد حضرتك فاكره، الله يرحمه جورج سيدهم بقى ويحسن اليجا، راجل عظيم جدا، ممثل عظيم جدا في المتزوجون. لما كانت مراته بتاكله البيض، فاكر المشهد ده؟ عشان تكبر، عشان تتخن، عشان تسمن، وهي عماله يعني ده اكلته بتاعه. بتقول له انت ما خلصتش غير قدره فول واحده بس. قدره فول. بقول لها قدره فول ده حتى قدره الفول ما خلصتهاش. بتقول له بقول لها قدره 30 بيضه. بالظبط. 30 بيضه يا مسعودي. ايوه بالظبط. بياكل 30 بيضه. بالظبط. احنا بنعالج بقى في الجرائم اللي عملها مسعودي زمان بقى، هي دي. هو لا مسعودي كان الله يمسيه بالخير الفنان العظيم سمير غانم، لكن هو كان الاكيل. الاكيل بالظبط. فهنا لو تلاحظ دي فكرة التكميم التربو، ودي أحدث صيحة في عالم جراحات السمنة. التكميم التربو لو بصينا على الصورة اللي على الشمال دي اللي هي الساسو، أو اللي على اليمين دي اللي هي السبس، فكرتهم الاتنين إيه بقى؟ إن أنا وهنا بدي التكميم عظمة إنها تقف مع تحويل المسار على قدم المساواة، ويبقى أخد فوائد الاتنين، فوائد التكميم وفوائد التحويل، وفي نفس الوقت اتفادى عيوب الاثنين. ايه بقى؟ لو بصيت هنا انا بعد ما عملت التكميم بوصل المعده بالامعاء على بعد 2 متر من بدايه، يبقى طلعنا نفس القصه بتاعتنا. ان الاكل بينزل في الساسو او اللي هي ثنائي التقسيم، الاكل بينزل 80% على اخر 2 متر و20% على اول 2 متر. السبس اللي هي اللي على اليمين بقى، انت وصلت المعده بتنزل الاكل على اخر 4 متر فقط، واول 2 متر بتفصلهم تماما. برضو نرجع بدون ما نقول حاجات معقده للساده المشاهدين، وهنا عشان كده سميت هي المعيار الاسرع والاقوى. التكميم التربو هي الاسرع والاقوى، الاسرع في نزول الوزن، الاسرع في التحكم في السكر،
والقوة. احنا قلنا المرة فاتت كلمة التربو، الموتور التربو دي فكرة موتور العربيات بيخلي الموتور بيحرق بنزين اكتر، بيدخله الوقود مع الهواء تحت ضغط في المحرك فيدي المحرك قوة. تقوية الشيء، التربو يعني تقوية العمل. ايوة بالظبط، هي عمل تكميم بس عملنا اضافة قوة التكميم بالظبط، يعلو يقترب من تأثير تحويل المصدر. تحويل المصدر ليه بقى؟ لان هنا شغلت لك كل الجهاز الهضمي، وكأننا احدثت ثورة في الجهاز الهضمي لخدمة المريض. المعدة بتخدمك، اول 2 متر بيخدموك، اخر 4 متر بيخدموك. المعدة قللت هرمون الجوع، قللت كمية الاكل. اول 2 متر اعدائك اللي احنا اتفقنا عليهم ثبطناهم، اخر 4 متر شغلناهم، فاصبح كده جميع الجهاز الهضمي بتاعك بيشتغل في خدمتك. ده نتيجة ايه يا دكتور ايمن؟ ان العلماء قالوا ان الجهاز الهضمي هو الذي يقف، المجرم الذي يقف خلف السكر والسمنة والاعداء بتوع المريض. الحمله القوميه ما شاء الله مستمر، لانه في قضيه مهمه جدا يعتقد الكثيرون انه انا هروح اعمل عمليه تكميم او تحويل مسار، دي عمليات مكلفه يا عم وفيها فلوس بتدفع كتير. بالظبط. بص يا دكتور ايمن، اللي انا لاحظته زي ما حضرتك قلت بذكاء، في 2 عائق قدام المريض انه يجي يعمل عمليه السكر والسمن. اولا الخوف من الاسعار، رقم 2 التخدير. يقول لك انا خايف يحصل لي حاجه في التخدير. والتخوف الثاني ده منطقي، لان هو مريض سمنه. بالظبط، التنفس بتاعه. بالظبط. بنقول لهم بقى اطمنوا، الاثنين بقوا موجودين عندنا النهارده. التخدير تطور الى درجه فظيعه. بقول لحضرتك يكفي ان في اخر كام سنه ما دخلناش عين واحده رعايه مركزه، العام بيخلص يروح على الغرفه بتاعته وفوق بعدها بنص ساعه يكون فايق تماما. المناظير عملت الدور طبعا طبعا، وادويه التخدير والافاقه بتاعته، وفي عندنا انبول سحري كده بنديه للمريض بيفوق بعد العمليه بربع ساعه كانه ما عملش عمليه. رقم 2 النهارده احنا بنوفر العمليات بسعر التكلفه تقريبا، وبنعمل تسهيلات في الدفع، وبنعمل حاجات كتير جدا. بنقول للمريض لو تسمح اذا عندك سكر او سمنه اتفضل توجه لعياده جراح السكر والسمنه، وباذن الله والامان طبعا من عند الله، ربنا هو الاساس. لا تخف من التخدير ولا تخف من الفلوس، والله المستعان. التخدير في مصر يا جماعه تقدم تقدم كبير، واحنا عندنا افضل ناس بتشتغل تخدير في المنطقه العربيه والشرق الاوسط كله، فموجودين في مصر. ده قصه كبيره بقى، وعايزين مره نعمل حلقه يكون فيها معانا حد تخدير، يبقى شيء مهم قوي. والله فكره جميله، فكره مهمه جدا. انا يعني انا بيشتغل معايا 2 اساتذه التخدير، انا بسميهم انا الاسدين. عارف اسدين قصر النيل؟ طالما هو ده تخوف، اصل برضه حضرتك النبض اللي بتنقل لنا المريض، طالما هو ده تخوف فيستحق ان هم يسمعوا من الدكاتره التخدير بشكل مباشر ايه المخاوف اللي بتدور حول مريض السكر. اوعدك ان احنا نجيب احد كبار اساتذه التخدير معانا في حلقه ويكلم هو اقدمنا طبعا، هو يكلم المرضى بنفسه على مريض السمنه والتخدير بتاعه والقصه بتاعه. نورتني وشرفتني كالعاده. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا. ضيفنا العزيز القيمه العلميه الكبير الاستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم كان مبدعا كعادته في الناس الحلوه. يبقى السمنه شبح مخيف جدا يقضي على كثير من الاحلام والامال. السمنه قاتل يقتل كما يقتل الانتقام. يقولون على الانتقام ان الانتقام طبق يفضل ان تقدمه باردا حتى تاكله بهدوء ورويه. السمنه تقتل بهدوء ورويه. لا تقضي على الإنسان بين يوم وليلة، لكنها تقضي على أحلامه وطموحاته في العشرينات، فلا يستطيع أن يقترب ويقتنم بمن يحب، ولا يستطيع أن يلعب الرياضة التي يحبها، وربما لا يستطيع أن يدخل الكلية التي كان يتمناها. تقضي على أماله وأحلامه في الثلاثينات، ربما شغل معين يبعد عنه، كارير كان نفسه يكون فيه يكون out of them. الكارثة كمان تقضي على كل هواياته، يبقى له هواية واحدة الأكل. وكما يقول الكثير جدا من الناس اللي بتعاني من بدانة، الحاجة الوحيدة اللي بلاقي فيها نفسي هي الأكل. كلمة مخيفة جدا، واحد من أحب الناس إلى قلبي في العالم الفني قالها مرة قدامي وأنا حسيت إنها جملة مخيفة جدا. خليني مرة أتكلم، أنا مش هقول الاسم لأن واحد من النجوم المميزين، لكن واحد من اللي أنا خايف عليهم من هذه الخطورة، السمنة المفرطة. خليكم دايما مع الناس الحلوة.